سفير نادر، دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى منبولي اتكلم بشكل واضح على تبسيط الاجراءات، يعني الحاجات اللي كان فيها بيروقراطيه وغيره. النهارده بنتكلم على تسهيل اجراءات خاصه بالاستثمارات ومساله الاراضي كمان، هل بنتكلم على تمليك ولا حق انتفاع؟ هو يعني الرجل اتكلم عن الاثنين. يعني لان في بعض المستثمرين تفضل حق الانتفاع يعني مش راغب في دفع ثمن الارض او وبعض الاخر بيفضل ان هو يحصل على الارض كملكيه. وفي كل الاحوال رئيس الوزراء اكد انه حتى فيما يخص الملكيه نحن في بعض المناطق وبعض المشروعات سنحاسبك فقط على ثمن او قيمه المرافق وليس ثمن الارض. يعني كان بنديك الارض مجانا وانت بس بتدفع ثمن او الاستثمارات اللي استثمرتها الدوله في ايصال المرافق لهذه الارض، هذه القطعه من الارض. فهذا يكفينا، لا نريد اكثر من ذلك. ادفع قيمه المرافق، تسلم الارض واقم المشروع. ده اهملنا بكثير جدا، يعني ان المستثمر يحصل على ارض ويقيم مشروع اهم بكثير جدا من ان احنا نغالي في ثمن الارض. يعني ثمن الارض في حد ذاته لا يعني لا يسوي شيء في مقابل استثمارات جديده ستاتي ستفتح فرص عمل. فتح فرص عمل سيفتح بيوت يعني ويفتح مجالات للعمل سواء امام الشباب. كل هذه وطبعا المشروع الجديد ده يعني هينتج فيكفي حاجه او يسد حاجه السوق المحلي، واذا توسع سيقوم بالتصدير فيوفر لنا عمله صعبه. فكل هذه فوائد تجنيها من اقامه مشروعات. هل الاستثمار في اي مشروعات ولا هناك مشروعات يعني ما يدخلوش فيها؟ يعني الباب مفتوح قدام الاستثمار؟ الباب مفتوح امام الاستثمار، لا توجد موانع، لا توجد قطاعات. يعني لا الان ولا في السابق. يعني عمر مصر ما قالت ان في قطاع معين يعني ممنوع الاستثمار فيه. كل الاستثمارات مرحب بها في كل المجالات. ووثيقه ملكيه الدوله او وثيقه سياسه ملكيه الدوله الجديده اللي هيعلن عنها رئيس الوزراء خلال ايام ان شاء الله هتفتح الباب امام مزيد من تشجيع الاستثمار الاجنبي انه ياتي الى مصر، لان في قطاعات الدوله هتبتدي انها تتخارج منها تدريجيا، وفي قطاعات هتخرج منها بشكل فوري. فالمستثمر الاجنبي لما يجد ان الدوله هتخرج من هذه القطاعات ربما هيقول لا ده دي فرصه بقى ان انا ادخل في هذه القطاعات، طالما الدوله بكل كيانها تركت هذه القطاعات فانا فرصتي هتكون كبيره جدا كمستثمر ان انا استثمر فيها.